أيضا من الأخطاء إذا مات إنسان قالوا مسحور، خاصة إذا هناك رجل متهم بالسحر في تلك المنطقة، دائما يظهر في تلك المنطقة أن فلانا مسحور. قال كيف؟ قال أنا شفته يركض من الشارع. مرة وجدت رجلا توفي عمهم، تاجر كبير هو، فاتصل بي ولا قال أن جدي، أنا كنت رقيته من زمان، قال بأن جدي يعني أو بأن عمي حي ليس بميت وإنما هو مسحور. قلت له كيف؟ قال رأيته يقطع الشارع، وقال لي معلم من زنجبار أنا برجع لك يا حي. قلت لم يرجع لك يا حي، تعال تقهوي معي. بعد فترة قال له مواسو المعلم اعتذر، احترق بيته واحترق الأعشاب. قلنا الرغد يضرب الفلوس وطار بهن، أي حي هذا بيرجع لك إياه؟ فكل ما يموت شخص في بعض المناطق، كل ما يموت شخص قالوا بأن فلانا مسحور. وهذا أيضا فكرة خاطئة منتشرة مع الناس، ولن تجد قصة متسلسلة بثقات، بس كله قصص. قال أنا متأكد من خبرني، مخبرني فلان. زين فلان مخبرني؟ قال سمعتها. آخر قصة سمعتها في محاضرة، وين كنا؟ أظن في الباطنة، في السويق نعم، المرافق يقول في السويق. كنا في السويق ومحاضرة بعيدة عن قضية المسمس، أظنها في المعاملات كذا. فقال لي رجل صراحة بأن العامل المالي وجد رجلا ملفوفا بكفن، وجاء عنده وقال فك كفني. إنزين وفك له الكفن، وما شاء الله وأطعمه وذهب، وأنا رحت وجدت الكفن هذا ما ميت. قلت له هذا لك رغوت شباب ضاحكين على العامل مالك ما يفزعوه، ولا فين عمرهم بكفن تو عقب وخرج من قبره مكفون ومربط ومعقوق فوق ذاك الخرسانات، بس لأن الفكرة مشعشعة في عقولهم. قال نعم هذا اللي جاي، هذا ميت خرج من قبره. ففكرة أن فلانا مسحور وأنه يرجع حيا هذه من الخرافات أساسا. لو كان حيا واستطاع أن يهرب على قولكم من الساحر الذي أخذه، فلماذا لا يرجع إلى أهله؟ لماذا لا يرجع إليهم؟ طبعا سيتقول لك بأعذار كثيرة جدا، وأنا كما قلت لا توجد قصة تستطيع أن تقبض منها طرف خيط لكي تصل إلى من وقعت له تلك القضية، أبدا لن تستطيع ذلك. فهذا أيضا من الأوهام التي تحصل. والواقع أن بعض الشياطين يتصورون للناس، نعم البعض قد يرى ولكنه تصورات لبعض الشياطين، يعني يأتون بصورة الرجل الميت في المنام مثلا، يقول يا ولدي أنا حي وأنا حي ونقذوني، ويأتي إليه في المنام، وهذا يقع، يتصل بعض الأشخاص بهذه الطريقة، أو يرى من بعيد، يتخيل إليه من بعيد بصورة متوفى ليوقع في قلبه بأن ذلك حي ليس بميت. وهذا من إغواء الشيطان للإنسان لكي نصل إلى ما وصل إليه، وهو اعتقاد أن الساحر يستطيع أن يميت الإنسان عاد ليحسن الظن بالله تعالى. قال هو ما يميته، هو يجيب قذعة، يدع قذع مكانه، والناس يشوفوا ذاك القذع هو الميت، والميت مشلول. لكي نصل إلى هذه المرحلة، ثم نصل إلى مرحلة أخرى، ما الحل؟ الاستعانة بالشياطين، الاستعانة بالشياطين. وللأسف وجدنا حالات، مرة شاب أيضا بنفسه أخبرني يقول أنا مريض فأخذوني أهلي من الباطنة إلى قبر وطفت 7 مرات. قلت له الكعبة الشريفة طفت؟ يقول 7 مرات وبعدين ذبحنا. وقلت له خف عنك؟ قال لمكانه. الأغرب من ذلك أن في وقت ارتفاع الأسماك، تحيد لما ارتفع الأسماك في البداية، المعالم بدأ يطلبوا سمك مشوي. هي نعم، جاءنا رجال قال رحت مع معلم وقال لي باقي سمكة مشوية، سمكة مشوية أسبنا عالق المريض. قلت له السمك مرتفع فمشتهي سمك، العادة طبعا يطلبوا ديكة ودقيقة وكذا. طبعا عندما يصدق الإنسان مثل هذه الأفكار نصل إلى إيش؟ نصل إلى الاعتقاد بأن الجان، بأن ذلك الميت، بأن أحمد البدوي مسكين ميت من زمان من الشيوخ الصوفية، وإلى الآن ينعشون رعاة المالد أحمد البدوي، وهذا سالم صاحب ملعب عندي ما لقيت نسبه، عبد القادر الجيلاني معروف، أحمد البدوي معروف، لكن سالم صاحب الملعب بعد ما لقيت سيرته.
ما وجدت سيرته بعدني، نحاول نبحث عنه. يصل الإنسان إلى مرحلة إيش؟ إلى مرحلة الالتجاء إلى الشيطان، يشرك بالله تعالى. حتى أفتى الأمير عيسى بن صالح الحارثي بحرمة المرأة على زوجها ممن يتقرب إلى العيون. الفتوى موجودة على الأمير عيسى، وإن كان علماء لم يأخذوا بها، قال هو الناس جهلة وإنما يعلمون، لكن يوجد قول عند بعض أهل العلم بأنه أشرك. لماذا؟ لأنه يعتقد أن هذا العين تنفع وتضر. قالك لا، النافع والضر هو الله، لكن هذه يعني بيكب لك يعني ويعني. إذا ماذا قال المشركون؟ إيش؟ إنما نعبدها هي تقرب إلى الله زلفى، لتقربنا إلى الله زلفى. كذلك هذا يلجأ إلى الولي، إلى الشيطان، من أجل أن يتقرب إلى الله فيتسبب له بالشفاء.